ندى. مزوجة؟ لا ما مزوجة. والدراري كيفاش؟ قالي مش كي كانت تزوجها لمدة 16 يوم. شحال في عمرو هذا؟ 16 يوم اليوم. 16 يوم، فين ولدتي؟ فين؟ هذا واحد السيدة دارت فيا خير، في دارتني عندها للدار اللي تزوجتات، دارتني ولدتني. في تزوجتات؟ واه. وفوقا جيتي لفاس؟ جيت ولدت هنا وبقيت كنبتها في المحطة أنا وليداتي. شنو المحطة؟ ديال بوجلود كيران. إيوا. فجأة عندي القيد هذا النهار وقال لي ديك الجمعية، أنا مشيت لعندهم ما استقبلونيش. علاش ما استقبلوكش؟ قال لك ما عندهمش الإيمان. واش تطلب يا بنتي دابا؟ كنطلب من الناس المحسنين يشوفوا لي شي حل، هي وليداتي شحال عايشين. ومنين نتيا؟ شنو المدينة نتيا؟ أنا مدينة تازة. مدينة تازة؟ واه. ووالديك مازالين؟ لا، أنا متوفيين بجوج. متوفيين بجوج؟ واه. ما عندكش العائلة تما؟ أنا تماك مرات خالي وما بغاتنيش نجي لتماك. زعما على الفضيحة ولا شنو؟ لا أسيدي. على الفضيحة ولا علاش؟ على هادشي. هذاك الوليد راه غيموت. شو هذاك الوليد غيموت بالبر. عمر هاد البنت هادي شحال؟ البنت دابا عندها عام 24. عام؟ عام 24. وباش معيشاهم؟ الناس مساكين اللي كياخذوا لهم الحليب وياخذوا لهم ميكوش. ومشيتي في الجمعية؟ في الجمعيات؟ كنت في الجمعية أنا وياها، فاش كيجيو الناس بزاف كيبقوا يخرجوا كيقولوا لك عندنا القضية عامرة. الاسم جميلة بالعزيز، رئيسة جمعية الأيادي البيضاء للعمل الاجتماعي والإنساني، مركز المحبة للاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني. تلقيت واحد الحالة ديال واحد الأم عزيبة عندها واحد الابن ديالها يلاه خلق بواحد 16 يوم، وعندها بنيتها عندها عام ومرمية في الزنقة، وكانت قدام المحطة الطرقية وهزها السيد القايد وداها للمركز ديال الإيواء ورفضوها. ودابا اتصلوا بيا واحد الناس وجيت باش نشوف هاد السيدة هادي. ملي شفتها لقيتها في واحد الوضعية صعبة بزاف الإنسان، لأن هادي هي الحالة اللي خاص الإنسان كله يتأثر عليها. لأننا حنايا في مدينة فاس الحمد لله عندنا مراكز الإيواء 4، والله ينصر سيدنا اللي عطي هاد المراكز، وكنتمنوا من السلطة ومن الناس المسؤولين باش يشوفوا لنا هاد الحالة هادي، لأن كنصطدموا معاها تقريبا يوميا، لا بالنسبة للأطفال مازالين صغار، لا بالنسبة لهاد الحالة، وكيرفضوا باش يقبطوا الإيواء ديال هاد الأمة العزيبات. هادي رسالة كنوجهوها حنا كمجتمع مدني المسؤولين على مراكز الإيواء باش يستقبلوا هاد النساء في وضعية صعبة. وفي هذا الوقت هذا البرد والشتاء كنتمناو من المسؤولين باش يردوا البال وردوا معنا حتى حنا البال، لاننا رحنا كنا يد وحده وسفينه وحده. وعاش سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى حياني، ممثل جمعيه الازهر لتجار الديوان الصغار يد جحا والازقاء المجاوره. انا والاخت جميله بالعزيز رئيسه جمعيه الايادي البيضاء مشكوره على هذه المجهودات الجباره اللي كتقوم بها. اصطدمنا بواحد الحاله ديال الام عزيبه في الشارع، كتواجد حاليا في منطقه البطحاء، عندها رضع وابنه، ابنها السن ديالها حوالي سنه والرضع السن ديالو حوالي 16 يوم. مصيبه في الشارع للاسف. فهنا كنشكروا صاحب الجلاله على المجهودات الجباره اللي كيقوم بها على مثل هذه الحالات هذه. ونحن من هذا المنبر كنوجهوا رساله للمسؤولين على هذه مراكز الايواء باش يتعاونوا مع المجتمع المدني ويفتحوا ابوابهم لمثل هذه الحالات، النساء في وضعيه صعبه بحال هاد الام اللي مع الاطفال ديالها، خصوصا الطفل ديالها اللي في السن ديالو 16 يوم، الذي يتالم من شده البرد القارس وما يخليهوش عرضه للشارع والشتاء والبرد القارس والتشرد. شكرا.